بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة رائعة جدا بمكونات أروع لتضييق مسامات البشرة. هذه الوصفة مكوناتها نحتاج لبودرة البطاطا، هذه هي بودرة البطاطا. لمن طلبوا مني علبة بودرة البطاطا، هذه هي العلبة، إن شاء الله يكون واضح. توجد بها أكياس، نأخذ منها 2 ملاعق شاي من بودرة البطاطا، هذه هي البودرة، نحتاج فقط ل2 ملاعق شاي منها. المكون الثاني وهو الشبة، هذه هي الشبة، حجر الشبة، سبق ووضعت وصفات بالقناة بحجر الشبة. لاحظي معي المقدار، على رأس الملعقة فقط هذه الكمية، لاحظي جيدا الكمية المستخدمة لهذه الوصفة، لأن استخدام هذه الوصفة يكون 3 أيام على التوالي، يعني يوميا لمدة 3 أيام تظهر النتيجة. فلاحظي جيدا المقدار، ونخلط المكونين مع بعض أولا بهذا الشكل حتى تمتزج الشبة مع بودرة البطاطا. الوصفة هذه رهيبة جدا ورائعة لتضييق وغلق المسامات. المكون الثالث هو ماء الورد، ماء الورد استخدمي في هذه الوصفة لو توفر عندك ماء الورد الخاص بالشرب. نخلط، نضع ماء الورد تدريجيا ونخلط حتى نتحصل على ماسك. طبعا بودرة البطاطا هنا تتشرب ماء الورد، لاحظي كيف تشربت ماء الورد. نضيف شيئا فشيئا حتى الحصول على ماسك يسهل تطبيقه على بشرة الوجه. بودرة البطاطا متوفرة، لاحظي معي تشربت كل ماء الورد. نضيف كذلك ماء الورد، لهذا إضافة ماء الورد تكون تدريجيا، لا يوجد مقدار محدد لماء الورد، ونخلط جيدا. صاحبات البشرة الحساسة، يمكنكم استخدام فقط بودرة البطاطا مع ماء الورد الخاص بالشرب طبعا لغلق المسامات، أو يمكن عمل اختبار تحسس للبشرة، إذا لم تتحسس من هذه الوصفة يمكن استخدامها لأنها رهيبة جدا بالشبة لغلق المسامات. حتى نتحصل على هذا الماسك نتركه ليرتاح لمدة 5 دقائق، وبعدها على بشرة نظيفة، يجب أن تكون البشرة نظيفة، يوزع هذا الماسك ويترك لمدة 1/4 ساعة، وبعدها يغسل بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات، وبعدها يجب تمرير مكعب من الثلج على البشرة أو مكعبات ثلج ماء الورد لمدة 5 دقائق، وبعدها نكرر الماسك في اليوم الموالي لمدة 3 أيام متتالية، ولاحظي التغيير على بشرتك. للحد من مسامات الوجه الواسعة طبعا يجب استخدام غسول مناسب للتنظيف العميق لبشرتك 2 مرات في اليوم، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية، مع الحرص دائما على إزالة المكياج من الوجه
بمزيل مكياج طبيعي وقناتي بها مزيل مكياج طبيعي. كذلك الحفاظ على رطوبة بشرتك باستخدام المرطب المناسب حسب نوعية بشرتك. دائما أوصي على استرطيب البشرة، لأن اختيار النوع الغير مناسب لبشرتك قد يتسبب بحساسية لبشرتك. دائما تمرير مكعب من الثلج على البشرة مرتين باليوم، كل مرة لمدة 5 دقائق، لأن البرودة أفضل شيء لتضييق